تحت صرح علمي وللعام الثاني وبرعاية جامعة الدول العربية، احتفلت الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا باليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وتم إطلاق منصة للعلم رسميا من مصر بمقرها بالإسكندرية. النهاردة بنشوف ثمار واضحة على الأرض لخريجات بنفتخر بيهم، بنشوف فعلا نموذج للفتاة المصرية التي تتحدى كل ما يمكن أن يخطر في بالنا. المنصة بتقدم أنشطة مختلفة، منها إبراز المرأة الملهمة، لأن كل البنات أجمعت على أن إبراز السيدات الناجحات هو إلهام كبير وطاقة إيجابية لهم. ومن جانبها أشادت المدير الإقليمي لليونسكو بالقاهرة بما اتخذته مصر من خطوات فعلية لتمكين المرأة في مختلف المجالات ودعمها في ميادين العلم من خلال اليونسكو. Today, UNESCO with all the family of United Nations is celebrating the. بدأت الرحلة منذ عام هنا في الأكاديمية، وقامت اليونسكو بالتعاون مع الأكاديمية العربية بإنشاء مؤتمر الذي تكون من 133 مشاركة من العلماء من أربعة أجيال، حيث أكان هناك أمنية واحدة أن يكون هناك منصة مخصصة للنساء من العلماء في العالم العربي حيث يتواصلوا ويشاركون خبراتهم. رفع الوعي لدى المرأة والفتاة وتعزيز المساواة بين الجانبين، فضلا عن تقديم قصص نجاحات ملهمة للمرأة والفتاة المصرية ومشروعات علمية نادرة عرضت على طاولة الاحتفالية. قدرت ان انا انشر اول بحث ليا في مجال النباتات الطبية، ان احنا اشتركت مع دكاترة وقدرنا ان احنا نستخرج مواد لعلاج مرض السكر ومضادة للأكسدة. محدش يختار حاجة سهلة قدامه، لان الحاجات السهلة هتقعدنا هنفضل نوصل لنفس اللي وصلوا لنا ليه الناس اللي قبل كده، بس لو اخترنا حاجات صعبة وبدأنا نجرب هنوصل لحاجات مختلفة ممكن تبقى تفتح لنا بيبان كتير قوي. الاستثمار في العنصر البشري من خلال بناء الإنسان دائما ما تؤكد عليه القيادة السياسية لتمكين المرأة والفتاة، وبخاصة في ميدان العلوم لتخريج جيل من العالمات يسهم في النهوض والرقي بالعلم ويكون واجهة مشرقة في المستقبل.